دارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم الصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر ببا خمرى لدى غربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات يلتفت الإمام الرضا إلى دعبل يا دعبل عرج بنا على كربلاء خل كل مصايبنا وروح إلى مصاب جدي الحسين ودعبل يعرف يخاطب من يعرف من المعزى قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي ايش تسوي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجنات توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين مماتي أخذ الإمام الرضا يتمايل من المصيبة ألا أضيف لك بيتين يكون بهما تمام القصيدة شرفني قول يا ابن رسول الله قال اكتب وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحيت على الأحشاء بالزفرات إلى الحيش حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهام والكربات إلا فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد منهم بسامرة ومنهم برض بغداد ولا بلاد الله فيها منهم رموس منهم جماعة
بكربلا اندفنوا بلا. وأعظم مصيبة مصيبة المسموم في طول، يا نازح في طوس حي الله محي، مدريش جنيت بهالدهار يا أهل هالبيت، حتى رماكم بالأذى ويدي تشتي، وشلك عليهم يا دهار حتى استوفي، وش فاعلين وياك حتى تاخذ قبر؟ ويلي على اللي عذب المأمون حاله، جمع هدى بعهود لكن ما وف ولا هجع حتى ردي الذات غالة، مأمون وش ذنبي الرضا يا رجل سوية، وانتين يا مولاتي قالت أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم، وابكي على ابوهم ذبيح لابني ملجم، وان كان بالله تسالوني يا هو اعظم اعظم علي لين عن ناعي على حسن، اني ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشوا، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، نساني ضلوعي يا شيعة يوم، كل البكا والنوح والضجة على حسن. لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إمامنا الثامن من أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، ولد على رأي في سنة 148 للهجرة، وعلى قول آخر في سنة 153 للهجرة، الفارق بين الروايتين 5 سنين، سيترتب عليه اختلاف في عمر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن كما تعلم أن إمامنا الرضا عليه السلام استشهد غريبا مظلوما مسموما في سنة 203 للهجرة على يد المأمون العباسي على الرأي المشهور. فإذا أخذنا الرواية الأولى 148 ميلادة، يعني عمر الإمام 55 سنة، إذا أخذنا الرواية الثانية 153 هجرية، يعني عمر الإمام 50 سنة. هذا العمر القصير، يعني 50 53 55، مو عمر كبير يعني،
علماؤنا يقولون هذا العمر القصير إحدى القرائن، أحد القرائن التي نستدل بها على أن إمامنا عليه السلام ارتحل عن هذه الدنيا بتدخل ظالم. قال الأعمار بيد الله، والله يعطيكم طولة العمر، الموت ما يفرق بين طفل بين إذا نزل الأجل انتهى الموضوع. بس الأحاديث اللي مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، ما فعله المأمون العباسي وعمر الإمام كلها قرائن تشير إلى هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الإمام عليه السلام. يعني أعطيك شاهد قرينة من القرائن، مدة بقاء الإمام عليه السلام في طوس وليا للعهد كم؟ 3 سنوات، أقل بعد من 3 سنوات. معظم عمر الإمام عليه السلام قضاه في المدينة المنورة، إذا 50 سنة 47 سنة بالمدينة، إذا 55 52 سنة في المدينة المنورة. مدة ولاية العهد اللي هي 3 سنين، أي أن المأمون العباسي ما احتمل وجود الإمام عليه السلام هذه المدة القصيرة، فخطط إلى اغتياله لأسباب عدة سنأتي إليها إن شاء الله في طيات الحديث. فهذه قرائن تدل على أن الإمام ارتحل عن الدنيا بتدخل ظالم. بدأ إمامنا أيها الأحبة التعليم، وأصبح الناس يختلفون إليه في سن مبكرة جدا. هذا أمر ملفت أن في وجود الإمام اللي هو الإمام الكاظم كان على قيد الحياة، الناس يختلفون إلى ابنه. ليش يعني؟ لأن الوالد كان مغيب آخر أيامه في السجون، من معتقل إلى معتقل. أول الأيام كان يأخذون الإمام الكاظم وبعد مدة يفرجون عنه، ورد هكذا إلى أن آخر حياته قضى سنين عمره الأخيرة في السجون، من سجن إلى سجن، من طامورة إلى طامورة، حتى ارتحل عن هذه الدنيا مسموما غريبا. ففي عمر مبكرة الناس اختلفوا إلى الإمام الرضا عليه السلام، خوف في سن مبكرة في سن كبيرة. هذا عقيدتنا احنا في أهل البيت، أن الإمام المعصوم ما يضر صغر العمر كبار العمر. شواهد كثيرة، يعني الإمام الجواد مثلا سلام الله عليه، الشبلنجي في نور الأبصار ينقل هذه الرواية، يقول البهلول يوم من الأيام رأى أطفالا يلعبون، التفت وإذا بطفل بروح قاعد من زاوية في زاوية ينظر إلى الأطفال، يقول أنا قلت يمكن يتيم ما عنده أدوات اللعب يشتريها، يقول إجيت وقفت على رأسه، ولدي لماذا لا تلعب مع الأطفال مع الأولاد؟ يقول نظر إلي قائلا ما للعب خلقنا؟ قلت له ولدي ولماذا خلقنا؟ قال ألم تقرأ القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا للعمل، خلقنا للعلم، خلقنا للعبادة، خلقنا للعطاء. قال لي ولدي كلامك جميل لكن لكل عمر حقه، حق الطفولة مثل ما يحددها القرآن الكريم لما يتعرض إلى مراحل حياة الإنسان، كل مرحلة إليها حقها. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخر الآية. فأول مراحل حياة الإنسان يستوعب هذه الدنيا من خلال اللعب. هذا الولد كنا إبليس يمين شمال ما مخلي لنا شي بالبيت، هو يعبر عن تعلقه بالدنيا بهذه الطريقة. فيقول لي ولدي إن لكل عمر حقه، إذا بلغت مبالغ التكليف فدونك العبادة دونك العمل. يقول وقف هذا الولد، قال يا عم أنا أرى أمي إذا أرادت أن تطهو الطعام تضع صغار الحطب تحت كباره فلا تأتي النار على كبار الحطب حتى تلتهم صغاره. أول إذا طبخوا يخلون الخشب وتحت بعض الأشياء الكشاش وغيرها البسيطة اللي إذا جت النار تلتهمها بسرعة. يعني الأول الحين ماكو فيه، أول بيوتنا كانت كذي تستشم ريحة الطباخ من بعيد، الحين الحمد لله عدنا وعدكم خير، المطبخ ب6000 دينار ما يطبخون فيه بيضة واحدة، يصير ريحة بالبيت عندنا ب6000 بكل فني. قال هذا بس زينة، هذا بس زينة. الله يستر علينا بعد المجلس. على أي حال،
فيقول لي أنا أرى أمي إذا أرادت أن تطهو الطعام لا تأتي النار على كباري حتى تلتهم صغارا. قال لي ولدي وما تعني بذلك؟ قال يا عم أنا أخاف أخشى أن أكون من صغاري حطب جهنم. هذا يقول لي إن الإمام عليه السلام حتى الطفل علمه على العبادة، حتى الطفل الصغير علمها على الطاعة. صحيح هو فترة اللعب بس مو نتركه بعد. وإيش في ما يصلي؟ قال بعد هو إيش فيها ما تصوم؟ بعد هي صغيرة إلى متى يعني؟ خليه يتعلم، خليه يتأدب، خليه يعرف الأساسيات أيها الأحبة. فالإمام عليه السلام بدأ التعليم في سن مبكرة جدا، وكانت له حلقة خاصة في المسجد باسمه، حتى أن إمامنا الرضا عليه السلام يعتبر من أغزر أئمتنا من حيث الروايات. بعد الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام يأتي الإمام الرضا عليه السلام. يعني الإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهما، يعني راوية واحد فقط عنهما اللي هو زرارة ابن أعين الشيباني روى عنهما أكثر من 30,000 حديث، بس واحد. لو تخلي كل حديث في صفحة عندك 30,000 صفحة من العلم المنسوب إلى الأئمة عليهم السلام. بعد ذلك يأتي الإمام الرضا عليه السلام. عندنا أحد علمائنا شيخ حبيب الله عطاردي، هذا عنده مسانيد الأئمة، المسند مسند الأئمة، يعني كل إمام الأحاديث التي تختص به يجمعها في كتاب واحد يسميه مسند، مسند علي بن أبي طالب، مسند فاطمة، مسند الحسن وهكذا. لما يجي إلى الإمام الرضا عليه السلام مسند الإمام الرضا من 8 مجلدات، من أكثر الأئمة عطاء وغزارة من حيث الرواية. شيخنا الصدوق على الله مقامه المتوفى سنة 381 للهجرة، هذا جمع عيون أخبار الرضا، أهم أخبار الرضا في مجلدين ضخمين كل واحد 800 صفحة. هذا العيون أهم الأخبار. الإمام عليه السلام أكو البعض يتصور أن حياة الإمام كلها تدور حول مسألة ولاية العهد. لا يا مولانا، مسألة ولاية العهد حقبة مهمة للغاية وسنأتي إليها إن شاء الله، بس أبرز صورة، أبرز شعار في حياة إمامنا الرضا عليه السلام هو العطاء العلمي. لما تتبع سيرة الإمام الرضا تشوف أن إمامك هذا العظيم، إمامك العظيم الرضا عليه السلام عند رسالة إلى أتباع مدرستهم، إلى شيعته، إلى محبيه. شنو هذه الرسالة؟ التفوق العلمي، التميز العلمي. إمامنا يريد من شيعته أن يتميزوا. صحيح التحصيل العلمي مهم للغاية، مهم، بس يقول لك الإمام أنت اسعى بقدر المستطاع إلى التميز في العلم مو إلى التحصيل فقط. أنت شايف بعيونك خريجين الجامعات بالآلاف، بعض التخصصات فاضت بعد، والعاطلين عن العمل شوفهم في كل مكان، لكن أكو فئة تميزوا عن غيرهم، هذول حتى يحطونهم بروحهم إليهم لوحة شرف بروحهم. الجامعات بالخارج الطالب المتفوق المتميز هذا ما يطلع من الجامعة، يتعلقون به، يعطون دراسات عليا مجانية، إذا بعد استمر وياهم يفتحون إليه أبوابهم حتى يعمل وياهم، والشركات الكبرى تتهافت على أمثال هؤلاء بالتعاون مع الجامعات، عندهم اتفاقيات مع الجامعات. الطلبة المتميزين اعطونا أسماءهم. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد من شيعته أن يتميزوا وأن يتفوقوا على غيرهم. وأثبت الإمام علو كعب على الآخرين، وأن مدرسة أهل البيت هي مدرسة متميزة. تذكرون لما المأمون استدعاه، يقول المؤرخ كان عند ضيف من العراق، إجا رسول المأمون قال يا ابن رسول الله ترى المأمون جمع أهل التوراة، أهل الإنجيل، أهل الزبور، الفلاسفة وغيرهم وغيرهم في مجلسه، ويقول لك لا يكتمل هذا المجلس إلا بك يا ابن العم، فتعال. قال روح وأنا على أثرك. التفت إلى ضيفه قال أتدري ماذا يريد المأمون مني؟ شو يريد؟ قال إن صدق ظني هذا يريد إحراجك يا ابن رسول الله، جايب لك أهل التوراة، أهل الزبور وغيرهم،
إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك إحنا ما نعرف ما نؤمن به. إذا قلت قال الله في القرآن يقول لك قرآنك إحنا ما نؤمن به. شلون بتقنعهم؟ هذا يريد إحراجك يورطك يا ابن رسول الله. قال أتريد أن تعلم متى يندم المأمون ويعب أصابع الندم؟ قال متى؟ قال إذا رآني أحاجج أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل الفلسفة بحكمتهم، عند ذلك يندم المأمون. إشلي جايب الإمام الرضا بهالمجلس؟ أحد المجالس المهمة إلى الإمام، هذا من الأمور التي عجلت باستشهاد الإمام عليه السلام، إذ أنه أثبت أن المدرسة الصحيحة، أن المدرسة اللي علوها اللي كعبها أعلى من غيره هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأحرج المأمون بمن معه في المجلس. فهذا شعار الإمام أيها الأحبة، العطاء والتميز والتفوق العلمي. تولى منصب الإمامة في سنة 183 للهجرة باستشهاد الإمام الكاظم. مطلع إمامة الإمام الرضا عليه السلام في غاية الصعوبة، مشاكل جمع اعترضت الإمام. من أولويات هالمشاكل أن بعض إخوة الإمام الرضا عليه السلام شافوه ماخذ مواريث النبوة، صندوق مغلق فيه راية النبي العقاب، درع الفضول، عمامته وسيف النبي، وفيه بعض الكتب التي يتوارثها الأئمة. قالوا هذا أخذ الميراث، فإجوا وشكوا عليه عند السلطة العباسية، حتى جاء الجلودي لعنه الله يطرق باب الإمام عنوة. طلع إليه الإمام، شو تريد؟ قال أنا مأمور أن أسلب ما على العلويات من حلي وحلي. رجل زنديق، قال والله لا تدخل داري، لكن أنا أدخل إلى العلويات وأنزع عليهم. إجى الإمام عليه السلام، فالتفت الجلودي إلى من معه، قال ويحكم، احرقوا بيوت الظالمين وأضرموا النار في باب الإمام عليه السلام. هذا من بعض إخوته. بعد يقول إخوة الإمام، إخوة الإمام، إحنا عقيدتنا متفردة، ابن نبي ابن إمام، زوجة نبي زوجة إمام، هذا شرف عظيم، بس المقياس العمل مو اللقب. هذا يمكن يكون بعد إلك سبب في محاسبتك أكثر من غيرك. أنت عندك إمام معصوم وتصير على غير الطريق الصحيح. الإنسان بعمله لا بنسبه أبدا، ما في أنساب ذاك اليوم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك ينقلون عن زيد، أخو من أخوة الإمام عليه السلام، زيد النار. زيد النار سموه لأنه أحرق البصرة، أحرق بيوت في البصرة. أهل البصرة قالوا إلي نفخوا، يعني قالوا أنت ابن إمام، أنت بعد إمام، المفترض كلمتك نافذة، افعل وكذا وكذا. جود المأمون أجاب إليه، كان الإمام الرضا وليا للعهد في ذاك اليوم. التفت إليه المأمون قال يا زيد أنا لن أفعل بك ما فعل بنو أمية بزيد بن علي. طلعوا جثمانه، صلبوا على باب الكناسة بالكوفة، وبعدين أحرقوه. وصار إحراق زيد الشهيد أمر يعني مؤلم للغاية، حتى الإمام الصادق انفعل، تقول الروايات، تأثر تأثر كبير. تصور أنت ابن إمام ينزلون من بعد الصلب ليحرق، وجايبين شاعر حتى مراسم عندهم لإحراق الجسد، صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا قبل ذلك يصلبوا، وقستم كلام بذيء للغاية. بعد ما نقدر نقول يقدح في أمير المؤمنين وغيره. هذا العتل الزنيم اللي قال هذا الكلام لما وصلوه إلى الإمام الصادق عليه السلام رفع يده إلى السماء، قال اللهم إن كان عبدك كاذبا فأرني به ذلا عاجلا. أرسلوه إلى مهمة، يقولون التهمت الحيوانات في الطريق، وصل الخبر إلى الإمام، خر ساجدا لله، الحمد لله الذي أنجز وعده. ولما أحرقوا جسد زيد قال الإمام لقد أذن الله بزوال دولة بني مروان. فهذا يقول أنا لن أفعل بك ما فعل بنو أمية بزيد، سأدع حسابك لأخيك الرضا. التفت إليه الإمام قال لا تقرن زيدا هذا بزيد بن علي. قال أنا أخوك، توسط إلي يعني؟ قال أنت أخي ما دمت طائعا لله، لقد غررك أهل البصرة، قالوا لك إن النار لن تمس أبناء فاطمة، وهذا حديث خاص بالحسن والحسين.
أنت بعملك هذا تدخل الجنة، وموسى بن جعفر بعمله يدخل الجنة، إذن وين عدالة الله عز وجل؟ التفت إليه يعني من سياق الحديث أنه مو على نهجه، التفت إليه المأمون يقولون هذا زيد كان لسانه متبري منه، التفت إليه قال يا زيد يا ابن العم أنا اللي أذاني في الموضوع كله تدري شنو؟ قال ماذا؟ قال عندما بدأت بإحراق البيوت أحرقت بيوتنا بيوت بني العباس، وبعدين انتقلت إلى بيوت بني أمية، إحنا أولاد عام، أذاني هذا العمل هذا الفعل؟ قال لا أنعمنك عينا، المرة الجاية إن شاء الله أحرق بيوت بني أمية وبعدين بيوتكم. فكان بهالصورة هذا زيد أخو الإمام عليه السلام. هذه من المشاكل التي اعترضت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومشكلة مع الواقفية كما تعلمون، مرت عليكم كثير أن بعض وكلاء الإمام الكاظم هم ثلاثة، القندي والسراج والبطائني، كانوا علماء وكلاء عند الإمام الكاظم. لذلك لا تغرك الدنيا ولا تغرك بعض الأمور، أنا خلاص صرت عابد زاهد، الحين الشيطان ما يقدر علي، يقول لك الشيطان أنا أقدر عليك حتى آخر نفس من أنفاسك، أنا أعرف أنت عندك نقطة ضعف في السلطة، وهذا نقطة ضعف المال، وهذا نقطة ضعف الجنس، وهذا نقطة ضعف، هكذا يعرف الشيطان رجيع. فأعوذ بالله من فتنة المال، فتنة الجنس وغيرها. لكن بعضهم بعض الوكلاء لا، ما باعوا دينهم، مثل يونس ابن عبد الرحمن، هذا من وكلاء الإمام الكاظم، إجوا إليه قالوا منعطيك نصيب، قال إن الله قد أمرنا إذا ظهر الفساد إذا ظهرت الفتن فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فلعنة الله عليه، وأنا لازم أظهر علمي. إلى أن انطفأت هذه الفتنة سريعا تجاوزها الإمام عليه السلام. 10 سنوات قضاها الإمام من مدة إمامته في زمان هارون العباسي. الإمام تحرك بحرية في هذه الفترة إلى حد ما، وهي من الفترات المهمة التي برز فيها عطاء الإمام الرضا الفكري. حتى بعض أصحاب الإمام يقول له شوية تهيد لا تطلع هذا النشاط كل مرة واحدة، قال ما عليكم، قد حذروا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله من أبي جهل أبي لهب، وحذروا من أبي سفيان، فقال لهم لئن مسوا مني شعرة مو قتلوني فلست بنبي، وأنا أقولها لئن مس هارون مني شعرة فلست بإمام. فتحرك الإمام عليه السلام بأريحية إلى حد ما. إلى سنة 193 للهجرة إهني بدأت المصائب على الإمام، آخر فترات حياة الإمام، لأن 10 سنوات من خلافة المأمون العباسي عاصرها الإمام عليه السلام إلى سنة 203. شنو المشكلة الرئيسية؟ أن هارون العباسي عندما مات قسم الخلافة على أولاده الثلاثة، المأمون والأمين والمعتصم، ثلاثة في سفينة، واحد يقول يمين واحد يقول شمال واحد يقول ضرب بريك واحد يقول مدري شنو، شي يصير بهالسفينة يعني تطبع أو ما توصل، يعني ظل تحوم بالبحر ما توصل مكان. فكانت هذه مشكلة. أضف إلى ذلك كانوا صغارا في السن، يعني المأمون العباسي أصغر من الإمام الرضا ب22 سنة، لما تولى منصب الإمام وعمره 40 سنة، هذاك عمره كان 18-19 شوية أقل أكثر. هذا يحكم دولة مترامية الأطراف. الأمين لما دخل جيش المأمون إلى بغداد، لأن تصارعوا مثل ما تدرون، وبعدين المأمون قتل الأمين أخوه، لما دخل جيش المأمون إلى بغداد يقول المؤرخ هذا الأمين كان يلعب اصطلاحنا ألعاب مال الأطفال ويا الغلمان، صيد السمك وما أدري شو يسوي. الآن هالمراهق مثله يصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. تنازلت وتنازلت كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فقتل أخوه. لكن بنو العباس ما بايعوه فورا بعد، لأن المأمون عنده مشاكل عدة. أولا أم جارية اسمها جارية زنجية اسمها مراجل، يذمون في صفاتها المؤرخين، والعرب عندهم ولد الجارية هذا مفروض ما يرفع راسه. هشام لما دخل عليه زيد الشهيد يقول لي أنت الذي تحدث نفسك بالخلافة وأنت ابن أمه؟ قال ومتى قعدت النساء بحظوظ أبنائهن؟
أوليس جد أوليس نبينا صلى الله عليه وآله جده إسماعيل وهو ابن أمة؟ الله يفرق بين ولد الأمة وغير ولد الأمة؟ فعندهم هل أنفة العجيبة الغريبة. أضف إلى ذلك الحاشية كلهم من الأعاجم، وبعد زاده قتل أخوه. العرب عندهم اللي يقتل واحد من أخوته أو يقتل والده هذا مشؤوم، ما حد يمشي وياه، ما حد يبغيه. لذلك إذا تتذكرون المأمون ما قعد في بغداد، صح ولا لا؟ طلع راح إلى طوس، سوى العاصمة هناك، لأن ما تحمل وجود العباسيين من حوله، كل واحد ينظر إليه بنظرة مختلفة. وهذا الأمين ما قصر فيه قبل لا يموت. أشعار في أمه، وهذا العرب عندهم الشعر اللي يقدح يعني مؤذي جدا، لأن يتناقلون مثل الواتساب إحنا اليوم عندنا، إذا واحد ما شاء الله علينا إذا فتنا تشوفها تنتشر كالنار في الهشيم. وإحنا ما شاء الله من توصلنا روح، من توصلنا روح، ونسأل هناك عند الله تبارك وتعالى. الأمور الزينة تشوفونها ما تنتشر بسرعة، صح لو لا؟ لكن خل مصيبة، خل فتنة، خل واحد عليه حتى لو فيها مولاي، انت تجنب 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 تكون في الفتنة. من حام حول الشبهات كاد أن يقع فيها التفت، اليوم النار هناك بتوصل إليك. انت إذا سترت على عبد من عباد الله صدقني الله تبارك وتعالى لو أنك لا قدر الله يصير بيك شيء، الله يستر عليك ستار من ستره. فإحنا ما شاء الله علينا. فيقول يا ابن التي بيعت بأبخس قيمة في السوق بين الناس هل من زائدي؟ وبععدين هذا أخذها وذاك أخذها، وكلام يعني عجيب غريب. فهذا هذا المأمون طلع من بغداد. لما طلع من بغداد بدأت الثورات تعصف بدولته، خصوصا العلويين والفاطميين. تدري أن هؤلاء احتلوا الكوفة واحتلوا البصرة واحتلوا مكة واحتلوا اليمن، ما بقى شيء بعد عند الدولة. أضف إلى ذلك ثورات أخرى بعد. هذا المأمون قال أنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أواجه عدة جبهات، وأهم جبهة الشيعة، هؤلاء أنا شلون أقمعهم؟ مو بالسيف، بالسياسة. فجاب الإمام عليه السلام وليا للعهد، قال إذا بتطلعون ترى بتطلعون على إمامكم. فعلا نجح المأمون في ذلك، جاب الإمام عليه السلام قال أنا أريد أن أعطيك الخلافة. قال إذا كان رداء الخلافة ليس لك فلا يحق لك أن تتبرع به، وإن لم تكن أهلا لها ليش لبست؟ غضب المأمون. قال إذن تكون وليا للعهد. قال وهذه ما تصير بعد، كذا وكذا وكذا. قال إنك تسارع إلى ما أغضب، وترى السيف أكو موجود يعني تقتل. قال لقد أمرني الله ألا ألقي بنفسي إلى التهلكة، أقبل بشروطي أنا لا بشروطك أنت، ما أعزل ما أولي، لا تقول جهز الجيش الفلاني أبدا. قال لك ذلك المأمون حسب إذا جاب الإمام، هذا الإمام المعروف بالتواضع، المعروف بالزهد، المعروف بالورع، المعروف بالعلم، إذا شاف القصور وشاف الجواري وشاف الدنيا وشاف الأموال بيصير مثلهم، فكرني أنا وأمثالي. وإذا يشوف الإمام يسحب البساط من تحت قدمه. أولا صحح الروايات، موقع رسمي عند الإمام، استغله خير استغلال، صحح الروايات، استجلب الشعراء والعلماء الذين يبينون فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ديوان الخلافة، النقاشات الفكرية، الإمام يعتبر رئيس هناك موجود، منصب سياسي كبير. إذا شارك الإمام عليه السلام في هذه الحوارات أبين أن علم مدرسة أهل البيت هو العلم الأنقى والأصح بين جميع العلوم، المأمون شاف أن البساط يسحب من تحت يديه شيئا، رجليه شيئا فشيئا، قضى على الثورات. إهن التفت إلى الإمام عليه السلام واقتضى رأيه أن يدس إلى إمامنا ذلك السم النقي. خلاص ما تحمل وجود الإمام، وجود مثال مثل الإمام ومثال مثل المأمون، يعني بس صلاة العيد تكفي. يعني هيئة الإمام عندما خرج، المأمون قال أنت صلي بالناس يا ابن العم، طلع الإمام بهيئة النبي صلى الله عليه وآله،
حافي القدمين يمشي كما يمشي رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس قامت تزحف من خلفه. إجوا إلى المأمون قالوا إذا تريد الخلافة تم إليك فامنع الإمام من الصلاة. كذا كذا صار ترى الدنيا متزلزلة. فطلع إلى الإمام وقطع عليه الطريق، لقد كلفناك شططا يا ابن العم، أنا أصلي بالناس. بعدها أخذ حيك المؤامرات لقتل الإمام عليه السلام. يقول أبو الصلت أنا كنت ويا الإمام، جاء رسول المأمون، المأمون أهدي إليه عنب يتنغص عليك، أريدك الساعة عنده يا ابن رسول الله. التفت الإمام إلى أبي الصلت، يا أبا الصلت هلم معي إلى هذا الظالم، قف عند الباب يا أبا الصلت، إذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإذا خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. دخل الإمام على المأمون، قرب إليه ذلك العنب المسموم، يا ابن العام تنغصت عليك، أقسم عليك بأمك فاطمة، بجدك رسول الله، بأمير المؤمنين، إلا ما شاركتني. تناول الإمام شيئا يسيرا من ذلك العنب، فلما وقع في جوفه وجد في من فيه إلى سرته من يقطعه بالسكاكين أو يجرعه بالمواسي. يقول أبو الصلت خرج الإمام مغطى الرأس يمشي خطوات ويقف يتمايل يمينا وشمالا، أيوة إماما. يقول فرشنا له فراش الموت، تقيأ كبدي، أمرنا أن نغلق الأبواب، أغلقنا الأبواب شوية، وإذا بغلام قد دخل علينا باكي العين حزين، أشبه الناس بالإمام الرضا، والذي من أنت ومن الذي أدخلك علينا والأبواب موصدة؟ قال يا أبا الصلت الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني عليك. من أنت؟ قال أنا إمامك الجواد، أنا المعزى، أنا صاحب المصيبة. الإمام الرضا سمع صوت ولده فتح باعه، إلي إلي يا ولدي. أسرع الإمام الجواد وألقى بنفسي على والدي طولا بطول مناديا، وأبتا أبا أبا من لليتيم حتى يكبر. الشعراء يقول الإمام الجواد يتأمل يمينا وشمالا، يقول لي أبوش تتأمل تنتظر مجيء أحد يا ولدي؟ إش جاوبك؟ يقول يا بشان المحتضر ساعة زاعة لازم تجي له عزوته وتقضي وداع، هذا يشمه وذا يميد للموت باع، وانت يا ابويا تموت واهلك بالمدينه. قال له يا نور العين لا من حان حين بهداك
حسادتي وغمض عيون وعرج على طيبة عقب ما تدفنوني. سلم على أهلاك يا ذخرنا الذاخرين. قال لش أقول لعزوتك يا ابن الشفية، بس تسمع بموتك بتنصب لك عزية. وامك شسليها يا ابو النفس الأبية، جني أعاينها على مصابك حزين. أجركم الله وعند احتضار الموت، قال له ولدي أضجعني على فراشي، مد للموت رجليه وأسبل يديه، قرأ شيئا من القرآن، صاح ولدي في أمان الله. في دعة الله أغمض إمامنا عينيه وأطبق شفتيه وفاضت روحه. وغريبا وإماما تزلزل الطوس بأهلها لما طلعت الجنازة، أعلام سود منشورة، تزلزلت الدنيا وهم ينادون في أمان الله. وانت يا أبو يوسف إش عندك؟ قال يا طوس ضمت بدر من آل عدنان بستيب قبره فعلك بالملاشة. يا طوس ضميتي المفاخر والفضايل، وبحفرتك علميل أواخر والأوايل، صرتي صبط المصطفى تال المنازل، بيج اختفى وظلام هوانا ورج الأكوى. قالت بابن موسى الفخار كل جمعته غصبين علي ابن الرجيه، ايش قطع مهجته، لكن بلا تغسي الجسم ما تركته، عتبوا على اللي بأرضها ظلوا بلا جفا. والله شرف ولا اجتمعت عليه خيل وأعنى، ولا سيف عند نسال ولا شرعة أسنة، ولا هضمت ولا منعت الماء حسين برض الغاضري ينذبح عطشا. وإماما وسيدا بعد إش عندك يا طوس؟ قال السامحوني يا شيعة، طلعت الجنازة سمعتون يتيمة إلى الرضا ضربت،
سمعتون امرأة شبيت أو شتمت هذا الحسين أولاده عائلته إخوته للحين ما رجعوا ومن بعد موته ما سبيت مخدرات ومن الخدر للهدوك ما طلعان بنا شافوا بواج عليه ما شافا شما ولا طفل عندي للرضا ظل فوق تربة وويلاه اش عندكم بعاد؟ قال احنا على بابك اليوم سيدي ومولاي انت طبيب النفوس مشتاقين الى زيارتك سيدي عندنا طلب هذا اليوم منك وما تردنا خائبين يا ابن رسول الله اش عندكم يا زواري؟ اش عندكم يا محبين اهل البيت؟ رجال نساء اطفال كهول ايش عندكم؟ قال عندنا طلب واحد سيدي دخيلك يا الرضا يجيناك ننشدك والدمع بالعين يا باب الله وفقنا نزور بكربلاء الاحسن بعضكم من زمان قطع التذكرة ها؟ هذه أيام المشاير تدري عنا مشتاقين وبينا بكل قلب جمرة نريد الكربلة نسافر نزور مدلل الزهرة ذاك اللي انقطع راسه وبالخيل انطحن صدره نريد نقبل الأعتاب وهناك نعفر الخدة أعيدة تستاهل لأنك مشتاق إلى زيارته تدري عنا مشتاقين وبينا بكل قلب جمرة نريد الكربلة نسافر نزور مدلل الزهرة ذاك اللي انقطع راسه وبالخيل انطحن صدره نريد نقبل الأعتاب وهناك نعفر الخد إلك صدقني هذا البيت إلك اللي متعود ها اسمعني عاد والله الكربلة من بعيد نريد نروح عنايا نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع المشاية وكل من تجري دمعاته وبجف شايل الراية ونقعد بالمضايف ريت ونبجي الرضا بكل حين يمتى ندخل المنحار يمتى نوصل المنحار ندخل والدمع هامل نطلع من ضريح حسين ونقصد حق ابو فاضل نقول لا يا القمر تدري بقت زينب بلا كافر صار الشمر حاديها ومنها والرمل متنى بيت الدعاء واسالكم الدعاء يقول لكم الحسين بلسان حاله اذا جيتون تزوروني اعرف بتروحون الى اخوي عاد إذا طلعتون من ضريح ولزمتون شباك أبو فاضل هذه وصيتي إليكم لكن عاد يا الزاير
الصبر لا تجرح قمر عدنان وتحكي عنده عن زينب ضربوها بني سفيان تدري بالعزيز عليه زينب تدخل بديوان ما يرضى ما يرضى صار الشمر حادية ومنها ورم المتنه